عليه مصنع يمكن بتايوان وحلقة دقن بشفرات فبركوها باليابان. شربت قهوة برازيلية لبست تياب التايلاندية سقت سيارة ألماني فيها فيول الخليجية غديت بمطعم صيني وتا هالمشاكل انسى طلبت نبيد بقنيني أصلية شغلة فرنسا جبت سجادة إيراني دفعت حقها بالدولار ونقيت البوط التلياني وكلسات من زنزبار بالتلفزيون اتسليت بريطاني بعده شركي وتابعت المسلسلات السوري المصري والتركي فجأة صرح الزعيم اللي خايف ع كياني فرحته والله العظيم وأخيرا شي لبنان سمعته شو طلع لئيم وحكيه وجع لقلبي منو لبنان الزعيم وهيدا يلي كتير سلبي كتير سلبي. في حدا جوا؟ خلينا ولا خلنا؟ سوري؟ سوري ولا مصري؟ استاذ بعدك مطول؟ طول ولا مقصر؟ يا استاذ مطول لا تطلع؟ على الدرج ولا على الاسانسور؟ يا استاذ عمان معروف بسرعة شوي ولا كتير؟ استاذ رح اعمل تحتي تحتك ولا فوق؟ لا رح انفجر رح تنفجر ولا رح تفقع؟ الله يوفقك خلصت ببوس ايدك وجه ولا قفا؟ يا استاذ ما بقى في امسك حالي 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 حال ولا مالي مالي مال يا استاذ شدوا لها السفنبة شدوا ولا برخي؟ اطلع رح اكسر الباب براسي تكسر الباب ولا بتكسر عقبتك؟ يا استاذ عمر ما عرف غسل ايدك برا صابون ولا سئل لجلي؟ عملتها ولا بعد؟ بللت تيبك ولا بعد الناشفين؟ الكبير ولا صغيري؟ والله يا كتير سلبي شو اهلا وسهلا استاذ الكبير والدكتور العبقري نصر الخرياطي دكتور الكرسي لو سمعت اهلا وسهلا فيك دكتور نصر قلي شو شعورك انت ومعنا ببرنامج حوار مع باحث وعم يحضروك الملايين من المشاهدين شو شعورك؟ انتو شو شعوركم؟ انت بكرة لما تتجوزي ويجوا ولادك رح يصدقوا انك انت قابلتيني انت 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 قابلتيني لا والله ما رح يصدقوا عن جد ما رح يصدقوا طبعا ما رح يصدقوا اكيد شو عم كذب اكيد ما رح يصدقوا اصلا بما انك عم تعملي معي هالمقابله عجل اساليني احسن ما طول وتضيعي فرصه عمرك انك عم تحكي معي وانا ضيع وقت من بحثي لا 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 رح اختصر دكتور انا قريت بسيرتك الذاتيه انه حضرتك قايل انه انت اغنيت بابحاثك المختبرات العلميه هل هالشي صح صح شو عم كذب يعني لا بس فيك تخبرنا كيف اغنيت وكيف قضيت عمرك بهول الابحاث ولو طلع فيي مش مبين من ملابسي ومن شكلي انه ضيعت عمري بلا مبين كتير مبين دكتور فيك تقلنا شو هو اهم بحث قمت فيه بحياتك اهم بحث قمت فيه بحياتي هو بحث مستمر منذ 30 عام بلش فيه من تاني نهار تخرجت وقتها من كلية العلوم بدرجة التفوق المسبوق وبعد لليوم ماشي بالبحث
لا ما بصدق. بلا صدق شو عم كذب عليك يعني؟ لا لا ما بصدق كلمة وبتنقال يعني. مجاز. المهم دكتور فيك تخبرني وتخبر المشاهدين عن هيدا البحث يلي دام 30 سنة شو طبيعته ولك عن شو هيدا البحث؟ الحقيقة هو البحث عن عمل. نعم دخلي جرايكي دخلي جرايكي. ال 30 سنة عم ببحث عن عمل. ما بلاقيكم بالتلفزيون شو وظيفة لي؟ أنا سفيت تبعك. يا خيي شو بعمل فيه؟ شوف السفيت تبعك شوفي شوفي. بعمل لك صراعات. دخل جراكي لو 300 دولار بتشتغل بليز. دخل جراكي انت تعطوني من شغل شيلوا عني هيدا يا جماعة بليز يا زلمة روح اتحمم رح افطح يا زلمة. كتير سلبي شو شو عم تعمل؟ ما بعمل. شو عم تعمل؟ شو عم بعمل؟ شو عم بعمل؟ عم صف سيارتي. هون عم صف يا حبيبي هون ممنوع صف سيارتك هون. والله؟ كيف هون صفين السيارة؟ يا حبيبي هون صفين سيارة هون، صحيح ما بعرف مين صاحب السيارة وما بعرف لوين راح، بس في بقلبها ناس. هلا لو معي ناس بالسيارة يعني كان فيه صفة؟ أكيد أهون بكتير إنه سيارة صفي على جنب فيها ناس، صحيح نحن ما بنعرف مين صاحبها لوين راح من إنه تكون صفي على جنب وما فيها حدا. لا تأخذنا خيي. إيه أهلين. لا تأخذنا. مطبع. عجيب. لو فيها ناس كان فينا صفة. إيه طبعاً. كيف لكن؟ يلا درميل. الله وقانون. يلا. يلا. يا حبيبي ما فيك تصف وما معك عالم كلها سيارة منهم شباب. ها عندي ورشة أبو نص ساعة ومية دولار على الراس. إيش قد على الراس؟ مية دولار. مية دولار؟ إيه بالله بنشتغل الشهر كله ما بنساوي مية دولار. إحسين تيسير يلا يلا على السريع. يلا يا شباب يلا يلا يا شباب يلا لك مية دولار. أخ يلا مية دولار عاب عليك علي مية دولار. يلا واصل دقيقة مش رح اتأخر. آه. ما تقلي معي ناس بالسيارة. ايه في ناس؟ ايه في ناس. ايه يعطيك العافية. يلا. ما تأخر؟ لا ما اتأخر. ايه هيك لكن. شو لكن؟ يا خيي نحن لما بدنا نمسك شوي الأمن بهالبلد شو كان بصير؟ ولكن الناس ببيوتها كانت بتطير من بيوتها. كتير سلبي شو. كتير سلبي شو. يا أهلا وسهلا بأم خالي. يا أهلا وسهلا. يزرق صباحك يا أم علي. صباحك أصفر مثل وجهك. شو؟ وشي أصفر أنا؟ أم علي لحظة لشوف وقفي لشوف. قشطتي لي قلبي هيدا مزح بيمزحون الناس عند الصباح. والله وقفتي لي معلقة. ابني خالد إذا بشوف وشي أصفر بينتحير. خير أم خالد خلصيني شوفي. ولو يا أم علي ما بدك تشربينا شي فنجان قهوة من تحت دياتي. يا أهلا وسهلا بأم خالد تكرم عينك تكرم عينك. بعت لك طعنة. والله وقعت بالفخ يا أم علي وما حدا رح يسمي عليك. هيهن الجماعة صاروا واصلين. نه اشت القهوة تفضلي. ها يا عين يا عين يا أم علي هيدي القهوة بهيك؟ ايه نحن بالبيت كلنا بنشربها بهيك. ايه بعرف انتو كلكن بهيك. ايه بهيك كلنا بهيك. ايه صح بهيك انتو بهيك كلنا بهيك كلكن بهيك. انت عمرك انت هلا فهمت عليك عم تقولي انا بهيك انتي وحده بهلا. لك يا ام علي شاشي ما بتلاقي مزح على الصباح. ايه يعني مين جايين هلا؟ القبعات الزرق يا مشحر عني شو بيرادو شو بتريدو يعمل؟ ما تقوليلي مدو الخط الازرق عبيتك. الوغ الوغ مالي نانو لدينا ديز انفورماسيون او بو
que vous avez des cils qui m'a oui bébé tikinti. لا يا حبيبي لا يعني ما بعناش هذا انا ما بعناش غير الصواريخ وبيبيع ما بعش 16 صواريخ نو 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 معلمش صاروخ كي ما وي نحن بدنا نفتش بيت لا يا عم شو فتش يا حبيبي نحن سلحنا كوابة وعنا كماوة ما كوابة لا يا حبيبي نحن في صاروخ واحد بس بنفنيخهم كلكم هاي وين يا مال يا ريت انا فتش انت اوكي فتش يا عم شو كوابة فزي فزي يلا انا عندي كوابة فتش 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 حبيبي روح الابر انت فتش كوابة ها فتش شوف لا شوف Alors, écoutez Mali, un petit Makboud Aleki, Bitehmat Hiyazat Asliha Kimawi Bibetik, Mohaurama du Waliyan. يلا اشرب القهوة يا أم علي أنا هلأ ضربت عصفورين بحجر واحد أولاً ارتحت منك الحمد لله وثانياً صبحت بهالزراء كله والله أنا هلأ رايحة أخبر جيراني وأصحابي وأحبابي شو عملت فيك يا أم علي بحسيت أشوف فتحت خونة يا عبد تخل عليها تعملك أطح تتوا مالي يلا ليتس جو تتوا مالي يلا لحظه لحظه طولوا بالكم فين استعمل تليفون شو ابو سي اوكي مسي فازي ستوب لا شكرا نعمل بيتي قصفتي لي بيتي يا ام علي بلحيت انت شمت فيا يا عم خالد البيت اصلا دغري رديت لك اياها شو فيها؟ ما فيها شيء ما فيها شيء كيواوا 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 كتير سلبي شو وأنا من موقعي هذا أقول هذه المؤامرة لن تمر لن تمر لن تمر هتشو مين اللي عطف؟ مين اللي عطف؟ الرجال بيناتكم يوقف يرفع ايده ويقول انا لا اعتصم ما بكون تحكوا معايا طيب الصف الاولاني كله برا مش حاطوني انا برا برا لحظه برا طول نرجع منكمل هذه المؤامره لن تمر لن تمر لن تمر مين العطس مين العطس؟ بابا كنت انتو؟ طيب الصف التاني كله برا ستو برا نرجع نكمل هذه المؤامرة لن تمر لن تمر مين العطس؟ هلا بتعرف مين العطس؟ مين العطس؟ أنا اللي عطست أنت اللي عطست؟ نعم أنا أنت اللي عطست؟ نعم أنا صحة هذه المؤامرة لن تمر لن تمر لن تمر كتير سلبي شو لك أهلين أهلين بابو حدو أهلين بابو حدو شريف أهلين بابو حدو خلينا ياك يا ابو هاي لك شنو جيتك غاليه وعزيزه علي ابو حدو شو اولاد في ضربه او ما في ضربه ولك ضربه تفكر عبتهم يوم بيقولوا في ضربه يوم بيقولوا ما في ضربه لك خليها على ربك خليها على ربك شنو قالوا في ضربه احملنا حالنا وهربنا على لبنان وما صار ضربه وصرفنا كل ما معنا بلبنان امنا رجعنا لهو ليك اخي ابو هاي إن كان في ضربة وإن كان ما في ضربة ليكنا عايشين الحمد لله أبو حدو أنتوا وين راح تقضوا وقت الضربة؟ بالبيت عاملينها عالضيق أنا والمرة والولاد أنت والله أنا جامع كل العيلة ومحضر الأراكيل وورق الشدة وطوايل الزهر وناطرين الضربة شو رأيك تجيب العيلة وتقضوها معنا؟ لا 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 أخي هذه أول ضربة بحياتنا وحاب اقضيها انا والعيله ابو حدو بتسمع مني ابعت الاولاد على بيت جدهم واستغل الفرصه وضلك انت والمره بالبيت شلون والله فكره مو عاطله
وهاي بحد ذاتها ضربة. يا عيني عليك. ابو هايل ابو هايل شو هالصوت؟ بلشت الضربة؟ لك شو ما عرفني؟ بسوس بلشت الضربة. لك انا ضربة انت وياه ضربة اللي تضربكن هاد تفرقوا على البوشار. انا ساويته منشان نتسلى فيه اثناء الضربة. جديد جديد بالاسواق بوشار الضربة. بوشار الضربة بتلت نكهات عادي كرمه او جبنه مع بوشار الضربه هو يبرش 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 وهو يبرش وهو يبرش كتير سلبي شو كتير سلبي شو بشو. مرحبا استاذ. اهلا وحياتك. مش حضرتك الفنان إلي الراعي؟ مزبوط حبيبي قلبي يا استاذ إلي. انا من معجبينك، انا اكثر واحد معجب بتمثيلك استاذ إلي. الله يخليك. خلينا هيك يا رب، انت وقت تقلد انا دائما بحضرك دائما حبيب قلبي. ببشيلك على التلفزيون، انا بحبك كثير يا استاذ إلي. ميرسي من ذوقك. شو بدك عم تاكل لوحدك استاذ؟ اوكي هيك بحب انا اقعد على رواق، يعني اكل على رواق. تفضل اقعد معنا نحن بالطاوله حدك هون. ميرسي من ذوقك حبيبي. ولو يا استاذ لما كل اصحابي بحبوك تفضل. ولو بدك تصفحنا الله يخليك. ولو يا استاذ كل اصحابي بدهم يتصوروا معك يجوا يتفضلوا يتصوروا، ما عندي مشكله ابدا. يا استاذ ما انت لحالك، هن بيشوفوا حالهم فيك، نحن بنكبر فيك يا استاذ اذا جيت لعنا. حبيب قلبي يا استاذ إلي والله خجلتني. تفضل استاذ. طيب يا اخي تفضل. اهلا وسهلا حبيبنا. انت ما عم صدق، والله ما عم صدق. يا اهلا وسهلا بالاستاذ إلي حبيبي. حبيبنا استاذ إلي راعي يا حبيب قلبي. حبيب الله يخليك استاذ إلي راعي يا جماعه. حبيبي حبيبي يتصور معك. ايه اكيد. واو كثير حلو كثير حلو كثير حلو. بليز استاذ إلي بليز قبل ما تقعد بليز صور في الصوره. ارمي فين اعبطك؟ ايه اكيد. حلوه بتجلي بتجلي. تعال لك ايه تفضل. ايه قريب قريب. جلس جلس جلس. ايه حلوه كثير استاذ إلي. ولو يا استاذ إلي استاذ إلي بلا ما ياخذ ولو كلهم تصوروا ما بيطلع لي صوره معك. حبيبي انت اللي بيطلع لك. يا استاذ إلي حبيبي
الله يخليك. يلا خلينا نتصور انا وياك هيك مع بعض. تليفون جديد. بشرفك شرف حبيبنا يا استاذ علي. نحن بنحلنا فيك يا استاذ علي. الله يخليك حبيبي. وين اختفوا؟ يا شباب يا صبايا. مرة الفاتورة أستاذ إلي. فاتورة؟ أي فاتورة؟ فاتورة الطاولة اللي حضرتك قاعد عليها. أنا قاعد على هديك الطاولة مش على هاي الطاولة. بعرف أستاذ إلي، كرمالك جبت لك فاتورة هديك الطاولة كمان. شو؟ صاروا فاتورتين. شو عم تحكي أنت؟ يا عين أكلنا الضرب يعني. صحة وهنا أستاذ إلي. أستاذ إلي في مجال أخذ معك صورة؟ ايه من كل بد. شمعون صور. يلا مبروك. ليك عبالك بعد صورة؟ والله يا ريت. بس بالمستشفى. أعزائي المشاهدين، نحن معكم من برنامج البحث عن المتفجرة. مثل ما كلنا بنعرف أن الشعب اللبناني صار خيفان ومرعوب من هالمتفجرة المخفية. نحن اليوم عملنا جايزة كتير قيمة للشخص يلي بيدلنا وين المتفجرة. هيدا بسوك. موجود جوران. بونجور مسيو. هلا هلا مدام. يا هلا مدام بعينك. سيه هذا من ذوقي. مش مهم مسيو، نحن اليوم ببرنامج البحث عن المتفجرة. نعم. عملنا جايزة كتير قيمة للشخص يلي رح يدلنا وين المتفجرة. وين المتفجرة مسيو؟ ولو شو هالسؤال كتير هين، أنا بعرف وين المتفجرة. وين؟ المتفجرة ببيتي. ببيتك؟ ايه وحياة الله ببيتي. كيف؟ ممرتي هي المتفجرة. إذا لحقت وفجرت فيي ايه والله لا تروح لي 100 شقفة. لا مش هيك قصدنا. هيدا مسيو تاني بركة. بونجور مسيو. مسيو نحن برنامج البحث عن المتفجرة، فيك تقلنا وين المتفجرة وبتربح معنا جايزة كتير قيمة؟ أول شيء أنتوا أي تلفزيون؟ نحن نحس تي في. من جماعتنا يعني؟ إيه. تفضلي. فيك تقلي أين المتفجرة مسيو؟ بجيبتي. شو بجيبتك؟ شو عم تستلمني؟ هيدا تشيك معاشي الشهري، طلع بلا رصيد، رايح فجره بمدير الشركة اللي بشتغل فيها. يا ربي دخلك. مش قصدي هيك انا. هي دوموزيل اكيد تفهم علي. دوموزيل دوموزيل بونجور. لو سمحتي قبل لو سمحتي مدام اذا بتريدي. سوري ما تخزينا على اللخبطه مدام. فينا نسالك سؤال؟ نحن من برنامج البحث عن المتفجره، فيك تقولي لنا وين المتفجره مدام؟ بالمستشفى. بالمستشفى؟ اي نعم بالمستشفى. صار لها 3 اشهر مقبوره بالمستشفى ومش عم تعرف تموت. رح تموتني لالي. عن مين عم تحكي مدام؟ حماتي. حماتك هي المتفجرة؟ نعم حماتي مش بس متفجرة طبيعية، نووية تي ان تي سي فور. لك هلكتني. عم قلك رح موت انا قبلها. مش عم تعرف تموت. يا لطيف. أعزائي المشاهدين مثل ما شفنا أنه كل لبناني عنده متفجرة خاصة فيه. للأسف الشديد أنه لهلأ ما قدرنا نعرف وين المتفجرة المضبوطة. الله يستر بمين رح تطلع هالمرة. يوبي أنا ربحت الجايزة. وعين الصبح منبه مصنع يمكن بتايوان، وحلق الدقن بشفراف فبركوها باليابان، شربت قهوة برازيلية، لبست تياب التايلاندية، سقت سيارة ألماني فيها فيول الخليجية، غديت بمطعم صيني وتا هالمشاكل انسى، طلبت نبيدي بقنيني أصلية شغلة فرنسا، جبت سجادة إيراني دفعت حقها بالدولار، ونقيت البوط الطلياني وكلسات النزانزيبار، بالتلفزيون اتسليت بريطاني بعده شركي، وتابعت المسلسلات السوري المصري والتركي. فجأة صرح الزعيم اللي خايف ع كيانه، فرحته والله العظيم، وأخيرا شي لبنان سمعته شو طلع لئيم، وحكيه وجع لقلبي منو لبنان الزعيم، وهيدا يلي كتير سلبي